حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه هذا جبريل يقرا عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى تريد النبي صلى الله عليه وسلم